عموما كل التفاصيل دي هنعرفها لما نروح دلوقتي لزميلنا شريف شعبان مراسل قناة الأهلي من ملعب مختار التتش بالجزيرة. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما بتقول محمد، خلينا ناخد منك حاجه مهمه جدا. البعض بيتكلم على السوشيال ميديا من جماهير النادي الاهلي على رحيم فلان، استخدام فلان. يا جماعه احنا في مرحله حاسمه جدا من بطوله الدوري الممتاز، بواليه للناس كلها كانت بتهاجمه الفتره الاخيره سوبر ستار في اخر مباراتين للنادي الاهلي. نثق في كل لاعبي النادي الاهلي، وباذن الله كلهم يبقى ليهم يد كبيره جدا في تتويج النادي الاهلي بطولة محببة، بطولة الدوري العام. طيب السؤال الأبرز والسؤال الأهم يا شريف، سداسي المنتخب الأولمبي هل النهاردة موجودين في ملعب التتش بالجزيرة؟ التقيت بيهم، الجهاز الفني هيتعامل إزاي في فكرة بقى الراحة أو الاستعانة بأي من السداسي للمشاركة في مباراة دجلة؟ النهاردة كانت في مسحة طبية، كل الكواليس اللي عندك والأخبار الجديدة اللي الجمهور بالتأكيد مستني يسمعها منك في هذه اللحظات. طبعا كل جديد، كل ما هو حصري هيكون على شاشة التميز، شاشة قناة النادي الأهلي. التمرين كان في الخامسة مساء، يمكن اللاعبين بتيجي من الساعة 4 قبل التمرين بساعة. في محاضرة فنية الآن شغالة مع مستر بيتسو موسيماني واللاعبين، محاضرة فيديو بيتكلم فيها عن نقاط القوة والضعف الفريق دجلة. يا رب بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي بكرة ونعتلي صدارة الجدول. وزي ما قلت زميلي محمد، الأهلي ما بيركب ما بينزلش، فبإذن بإذن الله بإذن الله بإذن الله بكرة الأهلي يتصدر بطولة الدوري العام ونكمل في الصدارة إلى أن نتوج ببطولة الدوري. كل بيسأل عن سداسي المنتخب الأولمبي، أنا شفت بعيني بعض لاعبي المنتخب الأولمبي زي محمد طاهر، زي أكرم توفيق. في ناس بتيجي، أنت عارف في كذا بوابة لدخول لاعبي النادي الأهلي، في من خلفي بوابة خلف المدرج الجديد، في بوابة الأوبرا، في بوابة بوابة الشهداء، في كذا بوابة لاعبي النادي الأهلي بتخش من ناحيتها. بس كان ليا كلام مع مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ وسالته على الست لاعبين بالتحديد، قال لي هيكون موجود معانا في المعسكر ثلاث لعيبه او اثنين لعيبه حسب الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، ولكن الاكيد مش كل اللاعبين هتكون موجودين في معسكر اليوم. يبقى الاكيد هيكون في ثلاثه او اثنين لاعبين موجودين في المعسكر اللي هيبدا بعد نهايه المران، اللي هيكون بعد قليل. بعد بقى نهايه المران هنعرف مين الاثنين لعيبه او الثلاث لعيبه اللي هيكونوا موجودين في معسكر الفريق، ولكن في ثلاث اربع لعيبه مش هيكونوا موجودين، هيتم لمباراة سيراميكا اللي هتكون يوم السبت القادم. فبإذن الله زميلي محمد، الأهلي من حضر أي حد موجود بنثق فيه، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله بكرة يكون لنا الكلمة العليا على فريق كبير هو فريق وادي دجلة. عايز أطمن منك على حالة رامي ربيعة وعلى حالة وليد سليمان. وليد سليمان، سالت الدكتور احمد ابو عبله منذ قليل قبل بدايه المران وقبل الاجتماع اللي عامله مستر بيتسو موسيماني وباقي الجهاز، قال لي وليد سليمان اقل من 10 ايام وانت نازل، خلاص هو في المرحله النهائيه للبرنامج التاهيلي، اقل من 10 ايام هيكون موجود في المران بصفه منتظمه. رامي ربيعه بيشارك بكل قوه في المران، اصبح جاهز بنسبه 100% لمباراه بكره. تبقى بس الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، يحتاجه بقى في مركز البكرايت، مركز السيرد باك، مركز وسط الملعب، على الاحتياطي حسب بقى ما يعوز مستر بيتسو موسيماني، ولكن من الناحيه الطبيه هو جاهز. سالت على الكابتن ايمن اشرف وعلى الكابتن بدري بنون اللي بيعانوا من نزل برد، النهارده هيتعمل لهم تيست قبل بدايه المران وهيشوفوا، بس الشكل العام بيقول هيكونوا موجودين باذن الله. طبعا ايمن عنده ثلاث انذارات، ولكن باذن الله بتكلم بصفه عامه باذن الله هيكونوا موجودين بانتظام طبعا في التمرين اللي هيبدا بعد قليل. تمام، زميلي العزيز شريف شعبان مراسل لقناة الأهلي من ملعب التتش بالجزيرة، بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والإيضاحات في الاستعداد لمباراة دجلة. كلام مهم جدا قاله زميلنا شريف شعبان بخصوص الاستعداد لمباراة دجلة، انضمام اثنين أو ثلاث لاعبين طبقا للرؤية الفنية عقب مران اليوم، والأمر علاقة على فكرة يا جماعة هو أمر فني وطبي، الساعة البيولوجية، العودة من اليابان، الوقت ضيق جدا، تفرق المباراة لو كانت الخميس عن الأربعاء، تفرق كتير على فكرة، لكن عموما الجدول نزل ومباراة دجلة والأهلي هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 9 على ملعب الأهلي والسلام، وهي مباراة وادي دجلة.